خد راحتك. ماشي، تفضل ابدا استاذ. أبدأ الحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. وبعد، فمعكم أعزائي الطلاب نستكمل ما بدأناه مطلع هذا الأسبوع، ونص وهل يخفى القمر لعمر ابن أبي ربيعة. وكنا قد درسنا في الحصة الماضية مقدمة الدرس ودرسنا المقطع الأول، واليوم إن شاء الله نستكمل هذا الدرس، وغدا نختم الدرس بإذن الله. قبل أن نبدأ درسنا لابد من أن نذكركم ببنود ما اتفقنا عليه من قبل. البند الأول، أن نحترم وقت الحضور والمغادرة للحصة الدراسية في فصلنا الافتراضي. البند الثاني، عندما تكون هناك حاجة لمغادرة الحصة لظرف طارئ يكون ذلك بعد الاستئذان من المعلم. البند الثالث، أن نستمع ونشارك بفاعلية في الدرس. البند الرابع، أن نستخدم مميزات تطبيق تيمز بالمشاركة عن طريق الكتابة عندما تكون لدينا استفسارات أو أسئلة. البند الخامس، أن ننجز المهام المطلوبة منا في الوقت المحدد. وأخيرا، أن نستخدم الوسائل الرسمية البوابة التعليمية في التواصل مع المعلم عندما تكون لدينا أسئلة حول موضوع الدرس لم نتمكن من طرحها أثناء البث. والآن تعالوا بنا إلى النشاط الاستهلالي. في هذا النشاط الاستهلالي أمامنا أسماء عبلة وعزة وليلى وبثينة، نريد أن ننسب كل واحدة للشاعر الذي تعلق بها وتغنى بها في شعره. وأترك لكم أعزائي دقيقة لتشاركونا بالإجابة، وسنشيد بالسابقين في الإجابة. إشادة بالطالب مصطفى أحمد، شاطر يا مصطفى، أحسنت. وبالطالب تميم خالد، أحسنت يا تميم، بارك الله فيك. وبالطالب أحمد أيمن، شاطر يا أحمد، أحسنت. وبالطالب تركي، ما شاء الله عليك يا تركي، دائما تشارك معنا مشاركات طيبة، فبارك الله فيك وأحسنت، وبارك الله فيكم جميعا أعزائي الطلاب. تعالوا إلى سؤالنا. في هذا السؤال عبلة وعزة وليلى وبثينة ومن الشعراء قيس وعنتر وكثير وجميل. عبلة، من تعلق بها من الشعراء الأربعة؟ تعلق بها عنتر ابن شداد. عنتر وعبلة. عزة، تعلق بها الشاعر كثير، حتى كانوا يسمونه بكثير عزة. وليلى، تعلق بها قيس، فدائما يقولون قيس وليلى. وأخيرا بثينة، هي لجميل وكانوا يسمونه جميل بثينة. ولكن أين عمر بن أبي ربيعة؟ عمر بن أبي ربيعة كما عرفنا من قبل، الغزل الذي
اشتهر به هو الغزل العمري، والغزل العمري لم يكن الشاعر فيه مخلصا لحبيبة واحدة، ولذلك لم يرد اسمه في هذه القائمة. أما هؤلاء الشعراء فهم ينتمون إلى الغزل العفيف الذي يتعلق فيه الشاعر بمحبوبة واحدة ويصب عواطفه وأشجانه وأحاسيسه عليها ولا يغير عنها. تعالوا أعزائي إلى الأهداف التي نتوقع أن نحققها في نهاية هذه الحصة. الهدف الأول أن يقدم الطالب النص بتحديد جنسه ونمطه وفكرته العامة، والهدف الثاني أن يحدد مقاطع النص، والهدف الثالث أن يحلل النص مقطعا مقطعا وفق مستويات التحليل، وأخيرا أن يقوم النص ويبدي رأيه فيه. أمامكم الأبيات التي تمثل المقطع الثاني من البيت الرابع إلى البيت السادس عشر، وأترك لكم من الوقت دقيقتين لتقرأوا الأبيات. استمعوا إلي أعزائي الطلاب وأنا أقرأ الأبيات. يقول عمر ابن أبي ربيعة في المقطع الثاني: للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر، إذ تمشينا بجو مؤنق نير النبت تغشاه الزهر، بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر، قد خلونا فتمنينا بنا إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر، فعرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر، قلنا يسترضينها منياتنا لو أتانا اليوم في سر عمر، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر، قالت الكبرى أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها،
قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ ذا حبيب لم يعرج دوننا، ساقه الحين إلينا والقدر، فأتانا حين ألقى بركه، جمل الليل عليه واسبطر، ورضاب المسك من أثوابه، مرمر الماء عليه فنظر، قد أتانا ما تمنينا وقد غيب الإبرام عنا والكدر. بعد أن قرأنا هذه الأبيات التي تمثل المقطع الثاني، عرفنا المقطع الأول وهو من البيت الأول إلى البيت الثالث، وهو مقدمة طلالية يقف فيها الشاعر بالمنزل الخالي. المقطع الثاني مغامرة محب، عنوانه مغامرة محب، وهذه المغامرة عبارة عن قصة. القصة هذه بنيتها وضع البداية وسياق التحول ووضع الختام. البنية لهذه القصة وضع البداية وسياق التحول ووضع الختام. وضع البداية من البيت الرابع إلى التاسع، وسياق التحول من العاشر إلى الثالث عشر، ووضع الختام من البيت الرابع عشر إلى البيت السادس عشر. أود منكم أعزائي الطلاب في دقيقة أن تضعوا عنوانا لوضع البداية وسياق التحول ووضع الختام، تضعوا لكل واحدة عنوانا. ننتظر مشاركاتكم لنشيد بها. ممن سبق بالإجابة الطالب زياد محمد إبراهيم، بارك الله فيك يا زياد، والطالب أحمد ناصر، ما شاء الله عليك يا أحمد، والطالب تركي، أحسنت يا تركي وبارك الله فيك، وتثلج صدرنا بمشاركاتك الدائمة. تعالوا نتعرف الإجابة. الوضع المقطع الأول، وضع البداية وهو الجزء الأول من المقطع الثاني، عنوانه اجتماع الفتيات. سياق التحول هو العنوان المناسب له، قدوم عمر واقتراب اللقاء. وأخيرا وضع الختام وعنوانه لقاء الأحب. نبدأ تحليل المقطع الثاني بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. ومعكم أعزائي الطلاب دقيقتين لتشاركوا بأجوبتكم، وننتظر السبق في الإجابة.
سبق بالإجابة الطالب مصطفى أحمد، أحسنت يا مصطفى، والطالب علي عبد الله، أحسنت يا علي وبارك الله فيك، والطالب عيسى علي، ما شاء الله عليك يا عيسى، والطالب تركي عبد الله، شاطر يا تركي، أحسنت، لك مشاركات قيمة ما شاء الله، وبارك الله فيكم جميعا أعزائي الطلاب. تعالوا لنتعرف الإجابة عن سؤالنا. انتقل الشاعر من الوقوف على الأطلال إلى سرد المغامرة الغرامية، هذه إجابة صحيحة. بني المقطع الثاني بناء سرديا خطيا، هذه أيضا إجابة صحيحة. تضمن هذا المقطع وضع البداية ووضع ختام وخلى من سياق التحول، هذه إجابة خاطئة، لأن هذا المقطع يتضمن وضع البداية وسياق التحول ووضع الختام. هيمن الوصف على المقطع الثاني وغاب فيه سرد الأحداث. المقطع الثاني قصة، والقصة تقوم على السرد، فهذا المقطع الثاني يقوم على السرد ويقوم أيضا على الوصف. في هذا المقطع شخصيتان رئيستان هما عمر والحبيبة، عمر الشاعر المحب والحبيبة، هذه إجابة صحيحة. يظهر عمر في هذا المقطع في صورة البطل المغامر، نعم، فعنوان المقطع مغامرة محب، فهو البطل وهو المغامر. تذكر صورة عمر مقبلا على فرسه الأغر بصورة فارس الأحلام الذي يأتي على حصان أبيض، هذه إجابة صحيحة. تخلو البنية الفاعلية في هذا المقطع من الشخصيات الثانوية، هذه إجابة خاطئة، فالشخصيات الثانوية موجودة وهم التراب حبيبة عمر صاحباتها. تحضر الحبيبة على مسرح الأحداث في جمع من صاحباتها كملكة محفوفة بجواريها الحسان، هذه إجابة صحيحة. تعالوا إلى السؤال التالي. السؤال: نريد منك أن تستخرج مميزات البنية الزمانية والمكانية وتبين كيف خدم الزمان والمكان قصة اللقاء، وأترك لك من الوقت دقيقتين لتتعرف الإجابة.
مشاركات كثيرة سبقت بالإجابة. جاسم قيصر، جاسم بارك الله فيك، وتركي ما شاء الله معنا في كل مشاركة، وأحمد مكي أحسنت يا أحمد، ومصطفى أحمد بارك الله فيك مصطفى، وتميم خالد أحسنت يا تميم، ومحمد عادل بارك الله فيك يا محمد، وأخيرا فيصل خالد ما شاء الله عليك يا فيصل، بدت مشاركاتك تظهر. الزمان والمكان هما من عناصر القصة، الزمان والمكان والشخصيات إلى آخر عناصر القصة. الزمان والمكان في هذه القصة، الزمان والمكان في هذه القصة، المكان خلوة بدماث سهلة، أي أرض لينة، مكان مريح بها نبات وزهر. والزمان جو ربيعي زاهن يبعث في النفس البهجة والانشراح، ازدانت فيه السماء بغيوم خفيفة متفرقة. هذا هو الزمان وهذا هو المكان. ما الدور الوظيفي للزمان والمكان في القصة؟ الزمان والمكان لاما جو المغامرة الغرامية بما تميز به من خصائص تحيي مشاعر الحب وتشعل نار الشوق وتجعل اللقاء أكثر شاعرية، تجعل اللقاء أكثر شاعرية، حيث ينضم الجمال إلى الجمال، جمال الحبيبة إلى جمال الأرض والجو الرائق، فهذا مما جعل الملتقى أكثر شاعرية. ما زلنا في تحليل المقطع الثاني. وسؤال عن الشخصيات، لو أردنا أن نحدد الشخصيات وأن نصنفها وأن نبين صفات كل شخصية، فالشخصية الرئيسة الأولى والشخصية الرئيسة الثانية والشخصيات الثانوية، نريد أن تحدد عزيزي الطالب الشخصية الرئيسة الأولى والشخصية الرئيسة الثانية والشخصيات الثانوية، وأن تذكر بعض الصفات لكل شخصية من هذه الشخصيات الثلاثة، وأترك لك من الوقت دقيقتين لتجيب عن هذا السؤال. طالب محمود عادل سبق بالإجابة، بارك الله فيك يا محمود، والطالب عباس فاضل بارك الله فيك يا عباس أحسنت، والطالب سجاد حسين ما شاء الله عليك يا سجاد، مشاركات قيمة وطيبة منكم أعزائي الطلاب، والطالب عيسى محمد انضم لقائمة المشاركين بارك الله فيك يا عيسى.
وأخيرا الطالب سيفان سفيان منصور، بارك الله فيك يا سفيان وأحسنت. تعالوا نتعرف على الشخصيات الواردة في مغامرة المحب. الشخصية الرئيسية الأولى هي شخصية عمر، وعمر هو شاعر قرشي، فتى فارس، مغامر، نرجسي. النرجسية هي حب الذات، وهي وإن كانت صفة طبعا ممقوتة لا نحبها، فالإنسان دائما لا يحب أن يفخر ويتعالى بنفسه، والتواضع طبعا من الصفات المطلوبة، وهو البطل والراوي لقصة المغامرة. الشخصية الرئيسية الثانية وهي شخصية الحبيبة، والحبيبة كاعب وعاشقة وخائفة من عدم قدوم عمر. وأخيرا الشخصيات الثانوية وهم أتراب حبيبة عمر، وهم قطف يعني صغيرات في السن في مقتبل العمر، فيهن أنس وخفر، أي يتميزن بالحياء وبالرقة. بعد هذه المقدمة التي قدمناها للمقطع الثاني، تعالوا لنحلل وضع البداية. ووضع البداية عنوانه اجتماع الفتيات، وهو من البيت الرابع إلى البيت التاسع، ومعكم دقيقة لتقرأوا مرة أخرى وضع البداية. يقول عمر ابن أبي ربيعة في وضع البداية: للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر، إذ تمشينا بجو مؤنق نير النبت تغشاه الزهر، بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر، قد خلونا فتمنين بنا إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر، فعرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر، قلنا يسترضينها منيتنا لو أتانا اليوم في سر عمر. بعد قراءتنا لوضع البداية، نود منكم أن تتعرف مرادف الكلمات التالية: كلمة قطف وخفر ومونق وقتر وحباب. ومعكم من الوقت دقيقتين لتشاركون بأجوبتكم.
سبق بالإجابة الطالب مصطفى أحمد، بارك الله فيك يا مصطفى، مشاركاتك طيبة. الطالب محمد عدنان، بارك الله فيك يا محمد وأحسنت، ووصل أخيرا فهد محمد، له مشاركات من قبل وظهر اليوم بمشاركته الأولى، فأحسنت يا فهد. وعبد الرحمن تامر، أحسنت يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، وبارك الله فيكم جميعا طلبتي النجباء. تعالوا لنتعرف معنى كل كلمة من الكلمات التي أمامنا. كلمة قطف، أي صغيرات السن، تعني صغار السن في مقتبل العمر. كلمة خفر، خفر بمعنى حياء، والحياء من الإيمان، وما أجمل أن يتحلى الإنسان بصفة الحياء، حياء يمنعه من المعصية ويدفعه إلى الطاعة دفعا، وأفضل الحياء أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. كلمة مونق، مونق بمعنى حسن ومفرح، جو مونق أو مؤنق، أي حسن ومفرح. كلمة قطر بمعنى الغبار، لم يخالطه قطر أي الغبار. حباب الشوق، أي فقاقيع الماء. والآن نريد أن نتعرف مفرد هذه الكلمات التي أمامنا، قطف وأتراب ودماث، ولنأخذ من الوقت دقيقة لنتعرف الإجابة، وننتظر من كان له فضل السبق بالمشاركة. بادر كعادته مصطفى أحمد، أحسنت وبارك الله فيك يا مصطفى، ولا حرمنا الله من مشاركاتك. وبادر أيضا تميم خالد، بوركت يا تميم، وجزيت خيرا على هذه المشاركة الطيبة. ومعنا أيضا من المشاركين المبادرين محمود بكر، نشيد به للمرة الأولى في حصتنا هذه، أحسنت يا محمود وبارك الله فيك. تعالوا أحبائي لنتعرف مفرد كل كلمة من الكلمات التالية. كلمة قطف، مفردها قطوف، وكلمة أتراب مفردها ترب، وكلمة دماث مفردها دمثة. هذه هي مفردات هذه الكلمات.
تعالوا لنحدد الإجابة الصحيحة من الإجابة الخاطئة. يعرض وضع البداية مشهد اجتماع الفتيات. نقل السرد في وضع البداية جملة من الأحداث المتسارعة تحكي مغامرة أو مغامرة مضت تحكي مغامرة مضت. دلت الأفعال الماضية على أن المغامرة حدثت في زمن روايتها. مكن الوصف الشاعر من سبر أغوار نفسية المرأة. دار الحوار في وضع البداية بين عمر والفتيات. أترك لكم أعزائي دقيقة لتحددوا الإجابة الصحيحة من الإجابة الخاطئة. بدأت الدقيقة وننتظر المبادرة بالمشاركة. وجه جديد بادر بالمشاركة وسارع بها أحمد شيرين زغلول. لأول مرة نشيد به. أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. وعبد الرحمن جلال. أحسنت يا عبد الرحمن، لا حرمنا الله من مشاركاتك. وجاسم قيصر. أحسنت يا جاسم، لك إشادات سابقة، بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا أعزائي الطلاب. وأخيرا نذكر علي عبد النبي. أحسنت يا علي وبارك الله فيك. تعالوا إلى سؤالنا. يعرض وضع البداية مشهد اجتماع الفتيات. هل هذه إجابة صحيحة أم خاطئة؟ هذه إجابة صحيحة، فوضع البداية تحدث عن اجتماع الفتيات. النقطة التالية، نقل السرد في وضع البداية جملة من الأحداث المتسارعة تحكي مغامرة مضت. هل هذه إجابة صحيحة أم خاطئة؟ هل المغامرة كانت في وقت حكايتها أم كانت مغامرة من الماضي والشاعر استعادها وبدأ يحكيها بعد فترة من مرورها؟ هذه إجابة صحيحة، فالشاعر استعاد هذه الحكاية من الماضي، هذه المغامرة استعادها من الماضي ليحكيها في الحاضر. دلت الأفعال الماضية على أن المغامرة حدثت في زمن روايتها. النقطة السابقة تبين الإجابة عن هذه النقطة، فالمغامرة لم تحدث في زمن روايتها وإنما حدثت في الزمن الماضي، فهذه إجابة خاطئة. مكن الوصف الشاعر من سبر أغوار نفسية المرأة. نعم، لقد مكن الوصف الشاعر من سبر أغوار نفسية المرأة. دار الحوار في وضع البداية بين عمر والفتيات. عمر لم يكن قد وصل، وإنما كان الحوار بين الحبيبة وبين الأتراب وليس بين عمر والفتيات، فهذه إجابة خاطئة. والآن أعزائي تعالوا إلى السؤال التالي، وهو سؤال التقويم. في سؤال التقويم نود منكم أن تختاروا من متعدد
دارت هذه القصيدة الغزلية حول تصوير الحالة النفسية للشاعر المحب، قصة مغامرة غرامية، التغني بجمال الحبيبة. هذا السؤال يتعلق بالقصيدة كلها. هل دارت القصيدة الغزلية حول تصوير الحالة النفسية للشاعر المحب، أم قصة مغامرة غرامية، أم التغني بجمال الحبيبة؟ أترك لكم دقيقة لتتعرفوا الإجابة وتشاركونا إياها. ننتظر المبادرة بالمشاركة يا شباب لنشيد بالأسماء المبادرة. سبق بالمشاركة الطالب أحمد علي، بارك الله فيك يا أحمد. والطالب حسين مسعود، شكرا لك على هذه المشاركة يا حسين. الطالب لطفي سيد، أحسنت يا لطفي وبارك الله فيك ولا حرمنا من مشاركاتك. والطالب أحمد مكي، عافي عليك يا أحمد وبارك الله فيك، ونشكر لك مشاركتك، نشكر لك مشاركتك الطيبة. والطالب علي خليفة أيضا من الطلاب الذين بادروا بالمشاركة، فشكرا لك يا علي وأحسنتم جميعا أعزائي الطلاب. تعالوا إلى سؤالنا. دارت هذه القصيدة الغزلية حول تصوير الحالة النفسية للشاعر المحب، أم قصة مغامرة غرامية، التغني بجمال الحبيبة؟ لا شك أن الإجابة هي قصة مغامرة غرامية. قلنا أن المقطع الثاني يدور كله عن مغامرة محب. تعالوا إلى الجزء الثاني من السؤال. بلغت الأحداث ذروتها ببداية الحوار بين الفتيات، أم بتحقق الأمنيات وذهاب الضجر والكدر، أم بظهور عمر البطل الغرامي وقد اعتلى صهوة جواده الأغر؟ ومعكم أعزائي دقيقة لتشاركونا بالإجابة. عجلان من الطلاب الذين أشدنا بهم من قبل، أحسنت يا عجلان عيسى وبارك الله فيك وفي مشاركتك. والطالب سجاد حسين، أحسنت يا سجاد ما شاء الله عليك. والطالب أوس خليل، عافي عليك يا أوس بارك الله فيك. والطالب مصطفى أحمد، ما شاء الله مصطفى أشدنا به من قبل، فمن الطلاب النجباء. الطالب عبد الله محمد، بارك الله فيك يا عبد الله ومشاركة مشكورة منك. وتعالوا أعزائي إلى سؤالنا. أخيرا نذكر أن الأحداث بلغت ذروتها ببداية الحوار بين الفتيات في وضع البداية، أم بتحقق الأمنيات وذهاب الضجر والكدر، أم بظهور عمر البطل الغرامي وقد اعتلى صهوة جواده. حينما رأوا عمر مقبلا يمتطي جواده الأغر الذي في جبهته غرة،
الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي أن الأحداث بلغت ذروتها بظهور عمر البطل الغرامي، وقد اعتلى صهوة جواده الأغر. حينها بلغت الأحداث ذروتها. انتهينا في حصتنا هذه أعزائي من وضع البداية. كنا قد تناولنا فكرة عامة عن المقطع الثاني من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الشخصيات ومن حيث العناوين الخاصة بوضع البداية وبسياق التحول وبوضع الختام، وعرجنا على وضع البداية بالتحليل، فذكرنا الحوار وذكرنا السرد وذكرنا الوصف وذكرنا أيضا ما يتعلق بأن هذا الجزء من المقطع الثاني كان عن اجتماع الفتيات. بهذا أعزائي نختم درسنا، آمنين أن نلقاكم بإذن الله غدا، ونترككم في رعاية الله وأمنه، ونشكر لكم حسن التفاعل، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.